نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطنية خرجة ميدانية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز البيداغوجي النفسي لدائرة المحمدية رفقة أفراد فصيلة الطريق السيار شرق غرب بسبقية بهدف تعريفهم بمهام رجال الدرك الوطني ومشاركتهم بصور تذكارية ودمج هذه الفئة وتقريبها من المواطنين من خلال هذه الخرجات. غانية غانمي رصدت التالية. نظمت هذا اليوم خرجة ميدانية لفوج من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للمركز البيداغوجي النفسي ببلدية المحمدية. تمت الخرجة الميدانية رفقة أفراد فصيلة طريق السيار شرق غرب بيسيك من أجل مرافقة هؤلاء الأطفال في خدمة خارجية بإقامة سد ثابت، حيث قام هاد الأطفال بتوزيع مطويات وتوزيع كتيب يحتوي على بعض المعلومات عن هذه الشريحة من المجتمع وكيفية التعامل معها. تقريب الطفل مباشرة بمؤسسة الدرك الوطني وتقريبه كذلك من عمل ومهام الدرك الوطني، من خلال أولا قمنا بموضوع المربية تقوم بموضوع نظري على مؤسسة الدرك الوطني، ومن ثم يهود للميدان يشوف مباشرة وعن قرب الأداء ومهام مؤسسة الدرك الوطني. تصورنا مع الدرك الوطني، تصورنا مع السيارات ومع الدراجات.